قبل فترة كنا نلعب لعبة أنا وزملائي، لعبة ما تعرف مثل شنو لونك المفضل، شنو أكثر أكلة تحبها، ونسألت هذا السؤال: What is your superpower؟ يعني بالعربي شنو هي قوتك الخارقة؟ superpower هي القوة الخارقة. وأنا صفنت بالسؤال هذا سؤال شوي عميق، قلت أنا ما عندي قوة خارقة، أنا جاي من العراق، انولدت بعائلة بسيطة من منطقة شعبية مدينة الحرية، تحية خاصة لمدينة الحرية. وانولدت أصلاً ما كان عندنا بيت، جيت بغرفة، كنا عائلتي كلها عايشين بغرفة واحدة من ضمن بيت جدي، وكنت أحس بنوع من الإحراج أو أنه هاني أقل شأناً من الآخرين بسبب هاي البدايات البسيطة، إلى درجة حتى أصدقائي بالمدرسة ما كنت أقول لهم أني وين ساكن، وأنه هاني كنا عايشين بغرفة وما عندي غرفة نوم الشخصية. وأبويا كان يشتغل وظيفتين، واحدة بالنهار وواحدة بالليل، حتى يجمع فلوس يكون نفسه ويشتري لنا بيت نفتخر به. وبعد سنين من التعب وأخيراً صار عندنا بيت، بيت طابقين، وانا صارت عندي غرفه شخص غرفتي وحدي انام بيها، وهاي الغرفه الشباك مال غرفتي وبالكونه بيها، وبالك عنه. بس للاسف ما تهنينا بهذا البيت، بعد فتره قصيره انقتل والدي واخوي الكبير بانفجار سياره مفخخه، وبعدها تهجرنا من بيتنا هذا الجديد، وبقينا عايشين بين البيوت، فتره بيت جدي فتره بيت مدري وين. فاني فجأة عائلتي كأنه حياتنا انتهت، وأنا عمري 12-13 سنة، وكنت بذاك الوقت ما أفكر أنتحر أو أريد أنتحر، بس كنت أستمتع بفكرة أنه يجي في يوم من الأيام وتنفجر علي سيارة وأموت حالي حال أخوي وأبوي. فيعني يا سوبر باور يا بطيخ، أنا عشت حياة مليئة بالمصايب والكوارث، وأكبر إنجاز مسويه بحياتي إنه هاني بقيت على قيد الحياة بهذه الانفجارات والطائفية. وبوقتها كنت طالب بمدرسة الموهوبين، بالقوة روح للدوام وداوم، وكنت شوية سكات، فكانت درجاتي زينة وأطلع مرات الأول على المرحلة ماتي. وهالقد ما كنت سكات تخرجت من الإعدادية بعمر 15 سنة، وكله شيء حلو فخر ومدري شنو، وحصلت منحة في جامعة كندية وراح أروح أدرس بالخارج، والله إيش قد حلو. بس المشكلة كنت حتى أقدر أدرس وأطلع برا أحتاج جواز، وإحنا عائلتنا بذاك الوقت كان وضعنا صعب، بحيث حتى جواز السفر كان صعب أحصله. وما أدري إذا تتذكرون بذاك الوقت كان الجواز طالع هذا الجواز الجديد في أجي، جواز إلكتروني، وكان الناس تدفع هواي فلوس حتى تحصل جواز، وإحنا ما عندنا هواي فلوس. بعدين جوي ناس ساعدوني وقدرت أسوي جواز، بس تبين هذا الجواز اللي أنا أحتاجه حتى أسافر به هو نفس الفتشي اللي يخليني ما أقدر أسافر، لأنه الجواز العراقي هو أسوأ جواز بالعالم. وأنا إذا أريد أروح أدرس بكندا حصلت هاي المنحة وأنا بالعراق، وحتى أوصل لكندا لو أنا كنت إنسان اعتيادي كان صعد الطيارة ورحت من بغداد من العراق إلى كندا، بس أنا مو إنسان اعتيادي، أنا عراقي. فبوقتها كنت أحتاج فيزا حتى أروح الكندا، والفيزا ذاك الوقت ما كانت متوفرة من العراق، ماكو سفارة كندية بالعراق، فحتى أحصل هذه الفيزا لازم أروح على السفارة الكندية بالأردن. والمفاجأة حتى اروح للاردن لازم همي انا احصل فيزا، وهمي ان الفيزا مال الاردن ما متوفره بالعراق. فاضطريت اسوي فد شيء جنوني بوقتها، دزيت جوازي من بغداد الى السفاره الاردنيه بواشنطن بامريكا حتى احصل فيزا للاردن. رجعوا لي جوازي بالبريد، وبعدها رحت للاردن قدمت على الفيزا بكندا، بقيت انتظر هناك همي انا شهرين تقريبا، وراها سافرت من الأردن لكندا. وكل هذا دا أسويه لأنه أنا أحمل هذا الجواز العراقي،
عندي واحد منهم جاي وياه جواز عراقي، هذا جواز العراقي، كل هذا هو اللغوة والهوسة كلها لأنه أنا أحمل هذا الجواز. والحقيقة أنا مو أحمل الجواز العراقي، وإنما لعنة الجواز العراقي، هذه اللعنة اللي هي وياي من أني عايش بالعراق، هاي المعاناة والمصاعب اللي عشتها هي وياي من أني داريد أطلع من العراق، وهي وياي من أني طلعت برا العراق، بحيث كل ما أروح المطار أو أروح السفارة أحاول أقدم على فيزا جديدة أشبع إهانات ومذلة ويعملوني كأنه هاني أقل من البشر. ومرة من المرات انسجنت بأحد المطارات بأفريقيا، هاي هنا هاني مسجون، قررت أصور روحي لأنه مسجون ما عندي شيء أسوي، فقعدت أصور روحي ده دق دق على الباب. وبقيت يوما محبوس فقط لأنه هاني أحمل هذا الجواز العراقي. فيعني يا سوبر باور يا بطيخ، أنا عايش حياتي بالدفرات. المهم كافي تبتبت، وصلت الفكرة أنه الحياة بالعراق أو حياة العراقي صعبة. وبعد ما مرت السنين تخرجت من الجامعة وتوفقت، بديت أشتغل بفيسبوك بمقرها الرئيسي بكاليفورنيا. وبيوم من الأيام كان عندي تقييمي، عندنا كل 6 أشهر تقييم، يجي المدير يعطيني أداء، يقول لي شلون أنت، شلون سويت، شلون كان أدائك. فأجي قال لي أنا عندي أخبار حلوة إليك، أنت كان أدائك رائع واليوم أريد أعطيك ترفيع. وكاتب لفت جريدة طويلة يمكن 3 صفحات هيك، كلها شرح عن كل الإنجازات اللي أنا حققتها أثناء هذا العمل، وحتى دا يبرر ليش دا يعطيني هذا الترفيع. وحاط هاي العبارة، قال you demonstrated extreme grit to grind through all the issues. شيني يعني هاي شيني معناته ترجمتها إذا خلعت لكم بصوت مديري بالعربي الفصيح، لقد أبديت إصرارا وعزما شديدا كي تتغلب على المصاعب. طبعا هو ما يحكي هيك، هو فنلندي بس هاي ترجمة من جوجل. فايش دا يحكي هذا؟ أنا قاعد يستلم ترفيع، دا يرفعني ودي يقول لي عزما شديدا واصرارا، شنو هاي، منين جت هاي الاصرار والعزم الشديد؟ فاني صفنت بروحي، هاني منين عندي هاي الاطباع ومنين لي هاي المهارات؟ من حاول ارجع لبداياتي واستذكر تطلع ببالي هاي الصوره، من يعرف هاي شنو؟ أنا ما أعرف أنتم أعماركم إيش قد، وإذا أنتم ملحقين على هذا الاختراع اللي هي المولدة تايجر، اللي ب 2004-2005 كنا عايشين على المولدة تايجر، كهرباء 2x2 3x3، هاي شنو قبل لا يصير التطور وتتحسن وضعية بالعراق ويجينا اختراع الخط الذهبي، وعايشين على هاي المولدة المنزلية، وإذا تخرب المولدة فمعناتها نضل عايشين على اللالة. وأنا كنت مرات تخرب ما عندنا فلوس نوديها مصلح، فاني اقعد افسخ هاي المولده واطلع الواشرات والبراغي والبساتم، اي وين بيها بساتم، هي بستم واحد هاي، واتعلم بيها واظل احاول الزق واصل واتشقشق بيها لحد ما تصلح وارجعها وتشتغل. وانا عمري 12 سنه 13 سنه وما عندنا لا يوتيوب لا جوجل لا انترنت. من افكر اكثر بالاصرار والعزيمه اتذكر هذا جليكان البنزين ابو 20 لتر اللي كان كنت اروح اخذه والزم سرعة على البنزين خانه 5 ساعات 10 ساعات بوقت الازمه. ومرات يجي واحد عصابتي شايل حربه يشقق ماتي الجليكان ويدفرني ويرجعني للبيت، وانا ثاني يوم ارجع مره ثانيه جايب جليكانات جديده الزم سرعة على البنزين خانه مره ثانيه، لانه اذا ما عندنا نفط او بنزين معناتها ماكو تدفئه او كهرباء بالبيت. فهذه كانت اول لحظات اتذكر بيها اني دا امارس هذه الاصرار والعزيمه اللي دا يحكي بيها مديري، نفسها الاصرار والعزيمه اللي كانت احتاجها حتى اقدر اقدم على فيزا كندا واصر انه احصل هاي الدراسه اللي جتني. فمن خلال هذه سلسله الافكار صارت عندي نقله بنظرتي عن هويتي العراقيه او نشاتي بالعراق. قمت اشوف انه انا كنت اكره عراقيتي واكره انه انا جاي وعندي غضب تجاه هذا الموضوع، بس تبين هاي الاشياء بالعراق الصعبه هي اللي نطتني هذه السوبر باور. فقمت اقول اني السوبر باور مالتي انه انا عراقي.
أنا السوبر ماوتي إنه هون عراقي مو لأنه آباؤنا وأجدادنا والسومريين والجنان المعلقة واخترعوا الكتابة. أنا شو فهمت بالكتابة؟ أنا بعدني ما أعرف الضاء من الطاء من الضاء أخبط بيناتهم. بس الفكرة إنه هذه المصاعب وهذه التحديات اللي واجهتها صنعت من عندي شجاعة وإصرار تتخليني أنجح بحياتي، وأنا قاعد هنا قدام هذا مديري يعطيني ترفيع بسبب إصرار وعزيمة أنا تعلمتها من العراق. وهذا الحكي مو بس من عندي مو بجيبي، أكو هواية مؤثرين وبحوث وشخصيات أتأكد هذا الكلام، يقولون إنه واحدة من مؤشرات نجاح الأشخاص هي الصعوبات والتحديات اللي يواجهوها ببداياتهم. هذه المرأة تشتغل مديرة الموارد البشرية بأحد الشركات العالمية شركة UPS، وعندها تيد توك على الموضوع تحكي إنه شلون تنصح الناس بالموارد البشرية اللي يقابلون ويعينون أشخاص، تقولهم لا تعطون أولوية للشخص اللي يجيكم عنده CV خرافية وإنجازات عظيمة لأنه حياته كانت كلها مثالية، وإنما الأشخاص اللي واجهوا تحديات وصعوبات بحياتهم حتى لو كانت إنجازاتهم متواضعة بالمقارنة، بس هاي التحديات والصعوبات وهذا الإصرار اللي عندهم راح يخليهم يكونون احتمال ينجحون بالعمل أكثر من الشخص اللي إنجازاته خرافية بس هي كانت حياته مثالية. واني هسه احس بروحي انه اقدر اسوي كل شيء بالدنيا بسبب هذه السوبر باور العراقيه اللي عندي. اوكي مو كل شيء لانه انا بعدني ما متزوج، وهاي طلع الزواج موضوع صعب وجوز ما اقدر له، بس واحده من الاشياء اللي دا احاول اسويها حاليا انه ازور كل دول العالم بهذا الجواز العراقي اللي هو سبب لي عقده، بس انا اخذت هذا التحدي واؤمن انه أقدر أسوي هذا الشيء بالرغم كنت أشوفه مستحيل. أنا شلون أريد أزور كل هذه الدول وأنا دولة واحدة بالقوة حصل فيزا إلها، وهسا أريد أزور تقريباً 200 دولة بالعالم. بس ويا هذا الإصرار وهذه العزيمة لحد الآن زرت 120 دولة بالجواز العراقي. والناس يقولوا لي اوه شلون سافرت هالقد؟ الموضوع بسيط، هذه هي الإصرار والعزيمة اللي احنا كنا عندنا نعرفها. اروح بالسفارات اقدم مرتين ثلاثة أربعة، احاول اقدم من غير سفارة، اجدد جوازي واقدم مرة ثانية اذا سووا لي منع، احاول احصل دعوة من المؤتمر، احاول اقدم من غير دولة، واظل احاول لحد ما احصل فيزا واحدة. ومرة من المرات حبيت ابنية بس حتى احصل فيزا لبلدهم. لا كذا مو لهالدرجة مو لهالدرجة. وقبل يومين كنت بهذه الدولة جزر القمر دا أتحضر لهذا السبيتش مال اليوم، وناس اليوم هنا بالمؤتمر يقولوا لي ها هلا مرتضى أهلا بيك ببغداد أنت منين جاي؟ أقول لهم أنا جيت من جزر القمر، ويضحكون عبالهم دا أنصب عليهم، بس أنا فعلا كنت بجزر القمر هناك. وخلي أسولف لكم شوية عن الأماكن اللي رحت لها. رحت الأقصى نقطة بشمال أوروبا وتفرجت على هذه الشمس اللي ما تغيب لمدة شهرين ونص. هاي الصورة أخذتها ساعة 12 من نص الليل وتبقى هيك الدنيا عندهم ضاوية لمدة شهرين. هسه انتم المفروض تقولون واو. ورحت البوليفيا وقعدت أقمز على هذا المسطح المعروف بأكبر مرآة بالعالم. بس السفر هم قولوا واو يلا ايه دا سطر انجازاتي. بس السفر مو بس صور خرافيه واماكن حلوه، بالنسبه لي انا السفر اشوفه قليله بحقه من يقولون السفر مدرسه، اشوف السفر يكون فد شيء جزء من التعليم الالزامي اللي كل الشعوب لازم تستفاد من عنده. واحدة من اكثر المواقف اللي اثرت بي هي من رحت لرواندا وحضرت ذكرى احياء المصيبة اللي صارت عندهم. رواندا دولة أفريقية قبل 25 سنة تقريباً صارت عندهم مجزرة، خلال 100 يوم انقتلوا 1,000,000 شخص. كارثة. إذا نتخيل هذا الشيء، هي دولة بها بس 7,000,000 شخص، وإذا نقارنها بالعراق كنسبة وتناسب يعني معناتها 6,000,000 شخص يموتون خلال 100 يوم. فد شيء فاجعة مصيبة كبرى. بس من رحت رواندا شفتها من أجمل وأأمن وأنظف الدول بأفريقيا. بس شلون؟ هذول قبل 25 سنة كانت عندهم من أكبر المصائب اللي صارت بالقرن مالتنا، شلون قدروا ينهضون من هذا الشيء؟ وإحنا مرات نتصور المصائب والكوارث اللي مر بيها العراق
راح تخلينا ما نقدر نعيش حياة جميلة. بس هذه القصة مال رواندا تعطيني أمل وإلهام كبير أنه إذا هم قدروا ينهضون من هذه المشكلة، إحنا همين نقدر إذا نستخدم الحلول الصحيحة. وبالإضافة لهذا الدروس والإلهام اللي أحصله من السفر، صارت أكو فد رسالة أو مسؤولية مهمة من خلال سفراتي. كل مكان أروح له وأغلب الأماكن اللي أروح لها ألتقي بناس يقولوا لي أنت أول عراقي نلتقي به بحياتنا. حرفياً قبل أسبوع كنت بجزيرة ثانية، جزيرة شيشيل بالمحيط الهندي، والتقيت بهذا الشخص، رحت دا أطلب أشتري أكل صاحب المطعم هذا، وإجا قال لي التمنين، قلت له أنا من العراق. أوه شنديهش، واو أنت من العراق، أنا ما ملتقي بعراقي قبل ما أعرف شنو، وعاف الطبخ مالته وعاف الأكل وعاف المطعم، وإجا قعدني وياهم ويا أهله ويا زوجته ويا ابنه، وقعدني وضيفني وقال لي خلص أنت من تجي مرة ثانية لهذا البلد ما تنزل الفندق، أنت تنزل يمي. وهذا الشيء يصير وياي بكل دولة أزورها. رحت الفنزويلا اللي هي أحد الدول الفقيرة، وهذول الناس استضافوني بيتهم، قعدوني ووكلوني، وهم دولة أغلب العوائل ما عندها إمكانية تأكل وجبتين باليوم. ورحت لطاجكستان والتقيت بذول الناس، نزلت يمهم وشهدت فد حدث مهم بتاريخ عائلتهم، من اشتروا سيارة لأول مرة بعد ما صار لهم سنين يجمعون فلوسها. وأكيد أنا جايهم عراقي، سويت خذت لي بيضة وسلقت السيارة بالبيضة. فقمت أتجنب الفنادق بسفراتي وأنزل يم ناس محليين أشاركهم قصتي، أعرفهم عن العراقي وهذه السوبر باور العراقية اللي هي خلتني أوصل إلهم وأتعرف عليهم وأزور بلدهم. وصارت جزء من رسالتي بالحياة أنه أدخل الجواز العراقي لكل هذه الدول. لو نجي نفكر بيها، الجواز ليش هو أسوأ جواز بالعالم جوازنا؟ لأنه كل هذه الدول تحط قيود وتصعب الدخول علينا لأنه يخافون من العراقي. وأنا اليوم كل دولة أدخل لها أتحدى هذا نظام الحدود والفيز والجوازات اللي موضوعة قدامنا حتى تصعب علينا السفر، وأروح كل دولة أقولهم تعالوا يا بي أنا هذا العراقي اللي أنتم خايفين من عدة، اليوم راح أجي لبلدكم، راح أدخل ببيوتكم، راح أتعرف على ناسكم، أسوي ورشة لطلابكم، أسوي تجمع يلهم شبابكم، وراح أترك بلدكم وأنا تركت أثر إيجابي. الشيء المميز بقصتي هذه أنه ماكو شيء مميز بيها. أنا إنسان اعتيادي، وهاي الأشياء شاركتكم إياها، البدايات الصعبة هي مشتركة ويا أغلب الناس اللي موجودين هنا والناس اللي يتفرجون هذا الفيديو. كنا عانينا وواجهنا صعوبات، وأنا ما عندي فد موهبة، مجرد عندي هذا السوبر باور العراقي اللي كله نشترك به. كنت من صغير أهلي يقولين إحنا شعب تبا للمستحيل، وما كنت أفهم شنو معنى هاي العبارة لحد ما هسه كبرت ودا أشوف إنه هواي من الأشياء اللي أنا دا أسويها كنت أتصورها مستحيلة ولا زالت تبدو مستحيلة لهواي ناس، بس أنا دا أقدر أنجزها. بس دقيقة، لعد إذا إحنا هيك شعب خرافي وعندنا قوة خارقة، لعد ليش عندنا مشاكل؟ إحنا شنو دا نصب على نفسنا؟ خلينا نكون واقعيين، اكو هواي عندنا مشاكل معقده، هواي منها ترتبط بامور سياسيه واقتصاديه وكل هاي الاشياء، بس اكو شغلتين انا هواي افكر بيهن. الاولى الامل. هواي ناس فاقدين الامل او الايمان بانفسهم وبقدراتهم، وهذا الشيء انا اتفهمه لانه انا بداياتي هم كنت احس انه انا ملعون هاي اللعنه وما راح اقدر اعيش حياتي بها خير بسبب وجودي بالعراق. وهذه السوبر باور اللي إذا أحكي عنها ما راح تشتغل إذا ما إحنا نؤمن بها ونفعلها ونبدأ نستخدمها. الشغلة الثانية هي الدعم والمساعدات اللي نحصلها من الآخرين. راح أكون كذبت لو أنا قلت كل هذا الحكي وكل هاي القصص هي من إنجازاتي الشخصية. أكو هواية ناس وقفوا وياي ودعموني بطرق ما كانت متوقعة. مرات يجي واحد يعطيني $100 $200 حتى أروح أمتحن امتحان حتى أقدر أحصل به منحة. وهذول الناس اللي وقفوا وياي أنا ممتن لهم وأفكر شلون ممكن أسدد هذا الدين اللي أعطوني إياه، وبالحقيقة ما أقدر أسدده، وإنما أفكر أنه شلون أسدده إلى الأمام. من هاي فكرة pay it forward أو مرر الخير أو ادفع الخير إلى الأمام بمكان ما ترده للشخص اللي بدأ. لذلك بالفترة الفاتت
قمت أشتغل على مبادرات لدعم الشباب على نفس المبدأ أنه هواي ناس بالعراق عندهم هاي السوبر باور، فقط محتاجين فالدفعة صغيرونة مثل ما أنا كنت محتاج. وأكثر دفعة فادتني أنا بداياتي هي السفر والمنح الدراسية، لذلك هواي من البرامج اللي نشتغل عليها تتضمن تدريب وتطوير يكون له علاقة بالسفر والتدريب خارج البلد، ومن خلالها تعرفنا على هواي شباب وبنات رائعين كل واحد منهم عنده قصته ويا هذه السوبر باور العراقية، وحققوا إنجازات رائعة خلال فترة قصيرة. واحد منهم هذا الشاب معتز من الموصل يقول أنا كنت ألعن وأكره وجودي من هذه البقعة الجغرافية. هذا الحكي مالته هو، مواني كاتبه. وبعدين من طلعت برا العراق بديت ألمس الأشياء اللي أنا استفاديت منها من وجودي ونشأتي بهذا البلد، اللي هي هاي قصة كلكم يمكن تقدرون تفهموها وتربطون تجاربكم بيها. وهذا الشغل اللي نسويه احنا لحد الان هو كله مجهود بدون منظمه بدون حكومه تدعمنا، مجرد تبرعات ومساهمات شخصيه. بس هذا وحده ما يكفي، اكو 8 مليون عراقي بعمر بين العمر ال 15 الى 24 سنه، اللي هو العمر اللي انا كنت فيه من بديت هذه بداياتي وحصلت على الاشياء اللي دعمتني. وكل واحد من عندنا لازم يفكر انه شلون نقدم الدعم والسند لهذه الفئه من الشباب. لذلك اليوم من خلال هاي المنصه احب اطلق مبادره جديده سميها السوبر Iraqis فند، وهي راح تكون ببساطه صندوق يوفر الدعم للشباب اللي عندهم هذه السوبر باور وحابين يفعلوها، فقط محتاجين شويه من الدعم المادي او المعنوي اللي كنا نحتاجه بمراحل الحياه. وأنا راح أكون أول شخص يساهم ويتبرع لهذا الصندوق، كل شهر جزء من راتبي راح يروح لهذا الشيء. وإذا أنتم مهتمين تساهمون كتستفادون منه أو تدعمون، هذه تفاصيله أكثر. أكو شغلة أخيرة أحب أقولها قبل ما ننهي، أعرف عبارة الوقت، وهي أنه الحظ دائما يلعب دور بكل نجاح يتحقق بحياتنا. ودائما اقول شلون واحد ممكن يزيد حظه؟ وبعدني ابحث عن اجابه لهذا السؤال، بس اكثر شيء يلهمني او فادني بهذا الشيء هو هذه المقوله اللي هي تقول fortune favors the bold، معناها بالعربي الحظ سوف يحالف الجريء او الحظ سوف يفضل الجريء. وهذا البوستر هذا دائما يكون متعلق بكل جدران شركه فيسبوك، ومن أفكر بي أشوفه هذا صحيح حسب تجربتي وهاي الرحلة شاركتكم إياها. كل ما أنا كنت جريء ومغامر ومجازف أكثر بقراراتي وخياراتي، كل ما أكون محظوظ أكثر. لذلك اليوم أريدكم تفكرون بهذا الشيء همينة، وإذا أنت تريد تصير أول عراقي يروح للقمر، إذا أنت تريدين تصيرين تحصلين على ميدالية ذهبية بالأولمبياد، مهما كانت طموحاتكم كبيرة أو صغيرة، الحظ راح يكون له دور بتحقيقه. بس حتى نكون محظوظين لازم نكون جريئين. شكراً.